إذا تعد محمية المارشال طبيعية في السودان أول محمية صناعية في أفريقيا والعالم العربي، والتي شيدها دكتور أكرم طاهر يحيى على أساس حديقة استوائية وتعمل بنظام بيئي متكامل إيكوسيستم، وتضم أيضاً أنواعاً مختلفة من الطيور، إضافة إلى الببغاوات وأسماك الكووي، والمزيد مع الزميلة الريان الظافر من هناك. يقينه بضرورة منح أجيال الغد مساحة تجمع بين العلم والمعرفة والجمال، دفعه لتقديم فكرة اعتبرها الكثيرون منعطفاً جديداً للسياحة في المستقبل، متحدياً بها الظروف البيئية والمناخية في السودان. تعتبر محمية المارشال الطبيعية مبادرة بيئية مهمة لحل مشاكل بيئية عالمية أهمها التغير المناخي، الذي يعد مهدداً خطيراً للكثير من المحميات، ما جعلها أول محمية صناعية في أفريقيا والعالم العربي. الهدف الأسمى من المحمية هو تغيير أو تحسين المناخ في بيئة جغرافية معينة الحاصل عندنا الآن، وخلق بيئة تعليمية علمية للزوار لرفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ للشعور بالمسؤولية تجاه البيئة. في أوكار هادئة مستقرة تسكن مختلف الببغاوات والطيور، استجلبت من مواطنها لتبدي لنا عجائب الطبيعة وتزف البشرى للزوار. وبهذا النظام العالمي تحايل صاحب المحمية على أكثر المهددات فتكاً. كون هي المحمية تعمل بنظام بيئي متكامل أو إيكو سيستم، ده بخليها أحد المبادرات البيئية الهامة جداً في ظل الظروف والمأساة اللي بيعيش العالم الآن من التغير المناخ. في هذه المحمية لا يتعذر شيء ولا يتعثر أمر، ففي بركة تعمل بفلتر حيوي اخترعه صاحب المحمية تسبح أسماك الكوي الكورية وتستحم ظلال الأشجار. مزار سياحي مبدع تمازج فيه فن الطبيعة وسحرها ببدائل صناعية وعلمية تجود بأمل واعد لعشاق الطبيعة وأصدقاء البيئة. الريان الظاهر لصباح العربية، الخرطوم.